صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا علي. ايه ده؟ سلام قول من رب الرحيم. انت عامله كده ليه يا انجي؟ بتقول حاجه يا علي؟ لا ابدا. عمر نام؟ فضل مصحيني طول الليل. وطبعا انت ولا انت هنا، شخيرك جايب اخر الشارع. ولما قلت خلاص مفيش فايده انا هقوم بقى مفيش نوم، اداني زومبا هو ونام. وانت شكله متعب، هيطلع لمين يعني؟ لو طلع لي يبقى برنس. يا خبر ابيض يا علي، بص ده لو طلع لك بص الدنيا ممكن تولع. تقصدي ايه؟ لا هتولع من الحراره، من الحلاوه. ايه ده؟ ماما بص الحته بقت عامله ازاي؟ فاتت ايه بس يا صالي وانا شايفه قدامي؟ مامي اهي اهي اهي. ما انا عارفه. صحيح يا علي، الحيطه دي بقى شكلها وحش قوي، لازم نعملها بقى. خلاص يبقى محتاجين نقاش، وبالمره نجدد الشقه كلها. نقاش انت تاني يا علي؟ انت نسيت اخر مره جبنا فيها نقاشين عملوا فينا ايه؟ ايوه يا مامي، دي كانت بهدله قوي. وكمان قبل ما نكبر الريسبشن وناخد جزء من الشقه اللي جنبنا. مش انت اللي كنت جايبه النقاش ده يا انجي؟ لا يا علي، مش انا اللي كنت جايبه النقاش، دي كانت كاميليا. وبعدين بصراحه انا لو استنيتك تعمل اي حاجه مفيش اي حاجه في البيت ده هتتعب. انجي في حاجه؟ مفيش حاجه هتتعمل لو انت ما جبتش النقاشين. مفيش حاجه هتتعمل يا علي. بصراحه انا فضلت دايخه على النقاشين، دوخت والله العظيم. ايوه جايه. صباح الخير يا استاذه. صباح النور، اي خدمه؟ محسوبك سعيد بازوكا نقاش، متعرف مدام كاميليا. اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب. معلش ما تاخذنيش، الدنيا مدربكه عندي خالص وبهدلت مع العمال. اتفضل يا اسطى. حضرتك قلت لي اسمك ايه تاني؟ سعيد بازوكا. اتفضل يا اسطى. باروكا. بازوكا يا مدام، بازوكا. لو تحب امشي واجي وقت تاني عادي يعني. لا تمشي ايه، معقوله؟ ده احنا ما صدقنا. معقوله اللي زي حضرتك انقرضوا من زمان يعني جاي بدري وعايز تشتغل؟ اتفضل يا اسطى باروكا، اتفضل. بازوكا يا مدام. ما تاخذنيش، معلش انا اسفه قوي، انا اسفه. ما شاء الله، انتوا كمان بتجيبوا طلبات الشغل معاكم؟ امال يا مدام، انا احب اريح الزبون. انا استفاد ايه يعني لما كل شويه ابعتك تشتري لي حاجه من الشارع؟ لا طبعا مش هتستفاد اي حاجه. وبعدين عايزه اقول لك انا اتبهدلت الفتره اللي فاتت، رايح جاي مشاوير، مش عايزه اقول لك ايش، جبس ابيض وجبس اسود وغيره ورله وفرشه، اتبهدلت. بس انتوا جمال قوي، جمال خالص. ربنا يكفيك شر المرض ده، انت اللي زي القمر. بتقول حاجه يا استا باروكا؟ لا ده انا بكلم الواد تربو. تربو، ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعل اسمه على مسمى يا رب. انت مش قلت مش هتعاكسني تاني يا اسطى؟ ده اسكت دلوقتي. هو بيرد على حضرتك مع الجمله اللي قلتها قبل كده، هو تعبان ولا حاجه؟ لا هو بس مأخر 6 ثواني، فهمه بطيء شويه. جات لك 6 ثواني؟ بسيطة، ده في ناس عندها جات لك 6 شهور. جات لك؟ مع اني مش فاهمها بس. طيب حضرتك هتحتاج أي حاجة تانية يا استا باروكا؟ باروكا إيه بقى؟ بازوكا يا مدام، بازوكا. على فكرة الفرق بينهم هما الاتنين هي نقطة بس، تحط على الري هتبقى بازوكا. صح. عشان احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لا ما تأخذنيش والله، معلش. بسم الله ما شاء الله عليك، مثقف كمان. طيب مش هتحتاج أي حاجة تانية مني؟ أولا العفش ده كله لازم يخرج بره. تسلمين نضيف هسلمك نضيف. ماشي يا معلم، والتسليم هيبقى فين إن شاء الله؟ النهاردة إن شاء الله بالليل. تتكلم بجد؟ هتسلمني النهارده؟ النهارده يا مدام عيب، بازوكا كلمته واحده، مدام قلت لك النهارده يبقى النهارده. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. بازوكا وتربو، انا متفائله.
معلش مأخر ست ثواني. معلش يا سمير اصبر شويه يا حبيبي. اصبر على ايه؟ احنا كملنا احنا. معلش. صباح الخير. صباح الخير يا بشوية. على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه بس كان لازم انت تاخدي رايي قوليلي بدل ما تتصرفي لوحدك. معلش يا سمورتي حبيبي انت عارف برضو جيران لبعضها، وبعدين ده علي وانجي. ايوه علي وانجي، بس يعني الموضوع ده هيطول. لا لا ان شاء الله. المهم يا حبيبي تصبر كده ونستحملهم شويه. صباح الخير يا جوجو. صباح. انا هنا انا هنا يا حبيبتي انا هنا انا هنا يا حبيبي. ازيك يا سموره؟ ايه وش القمر اللي على الصبح ده؟ صباح الفل. صباح النور. انت نفسك اللي شايله ظهرك يا ماما وظروف. هعمل ايه بس يا سموره؟ اعمل ايه؟ مفيش حد يساعدك. طب فين جوزك؟ جوزي جوزي في الشغل ولا على دماغه خالص، بس انا عايز اخلص بصراحه. فيك وشر القاعدين. اهلا يا مغاوي. اتفضل اتفضل. بقى ما نشيلك يا دكتور سمير. ايه نشيلك؟ نشيلك انت واهلك. قصدي نشيلك العفش ونودب لك الشقه يا دكتور. الملافس حلوه. اتفضل خش. اروح فين؟ في الاخر. في الاخر بتزعق ليه؟ ايه صايب الجلد مو؟ يلا يلا يلا. خدته خدته وشيله خدته وشيله خدته وشيله. سامعاك يا مغاوري ما تبرطمش. صايب الجلد مو؟ ايه دي؟ ننكد عليكم. وسع. لا ينكد عليك انت. مين اللي مزعل اهلك؟ انا مش فاهمه. بلاش نزعله. معلش بيساعدني بيساعدني. طب يا حبيبتي اشيلك انا؟ لا يا حبيبي كتر خيرك اشيلها. خايفه قوي. خايفه خايفه على العفش ان هو يتبهدل بصراحه. معلش قولي بس احط فين؟ والله معلش احط فين بس لحسن انا مش شايفه حاجه. انا اسفه قوي يا جوجو والله العظيم اسفه. انا مش قصدي اكسر لك الفازه والله. لا 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 ولا يهمك. ودي اصلا مش فازه، دي انبوبه التحليل بتاعت سمير. واللي جابها هنا؟ ما اصل انا مستنيه الراجل بتاع المختبر. دخلت الحمام امبارح ما لقيتهاش، غرقت الحمام. ده كلامه؟ لا. طب هي كانت مليانه؟ يا ايه انا اسفه ضيعت مجهودك. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ساحة شعبية بتلعب باسكت عمال تحدفها كده. في ايه؟ معلش. في ايه؟ انا عايز افهم. معلش معلش يعني. ايه بتبصلي كده ليه؟ بالراحة. انا عايز افهم بتبصلي كده ليه؟ ارمي بس بالراحة. يا خبر ابيض. اتفضل يا اسطى. تسلم ايديكي. فطار انتركونتيننتال زي ما حضرتك طلبت، ومعاه 2 شاي في الخمسينة. بألف هنا وشفا. تسلم ايديك. الله يخليك. انا عارفة ان انا تعبتك معايا ونقلنا العفش وضعوا ساعتين تلاتة كده. هو حضرتك لسه عند كلمتك وهتسلمني الشقة النهاردة؟ مدام بازوكا قالك النهاردة يبقى النهاردة. مش عارفة ليه حاسة انه حاجة مستحيلة، بس مش عارفة اقولك ايه. الحقيقة حضرتك فينومينا. لا 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 مش في حته يعني. حضرتك مش عارفه اقول لك ازاي يعني. حضرتك خارج الصندوق، اوت اوف ذا بوكس يعني. بص يا اسطى بازوكا انت ما حصلتش. وانت كمان ما حصلتش خالص. ربنا يكفيك شر المرض. ربنا يبارك لك يا رب. ايه ده؟ لا لا ده ما بيتاكلش يا بابا. في اكل اهو. الاكل جه. معلش فاتح شاية بس يفتح شايته كده. لا اذا كان كده بألف هنا وشفا. عندي شوية نشارة خشب جوه اجيبهم؟ لا خليهم على الغدا. لا حاضر من عناية. بألف هنا وشفا سيبكم براحتكم. اتفضل. شايف الحريم يا ده تربو؟ مش التوك توك اللي انا قاريها في البيت. واحنا مش هنركب تكاتك يا اسطى. افطر بقى. ماشي. كنت ايه؟ كنت مامته. مامته؟ خد كل جبنه رومه. ايه ما كلتهاش امك؟ يعني امك اللي كلتها. خيار وطماطم جبنه ناقص ياكلوني. ايوه حاضر جايه. اهلا يا اسطى بازوكا. تعالى اتفضل. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. بقول لك ايه يا اسطى بازوكا، انا زعلانه منك جدا. امبارح انت قلت لي ان انت هتخلص الشقه وهتسلمها لي بالليل وما حصلش. معلش يا مدام. لا الشقه فيها شويه شغل ولا عايزينها تلصق؟ هتلصق؟ لا 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 ارجوك الا تلصق. ما تلصقش. خلاص يبقى تسيبيني براحتي بقى. طيب ماشي خد راحتك، بس ما تاخدها
وحش قوي يعني. يعني خد راحتك بس قول لي اديني ميعاد هتسلمني فيه الشقه. النهارده بالليل ان شاء الله. النهارده بالليل؟ اكيد. عيب يا مدام، بازوكا كلمته واحده. ما انا فاكره امبارح برضو كان كلمتك واحده. ما بلاش نتكلم في الماضي يا مدام. صح صح، الماضي كله جراح. بس بعدين انا مش بكلمك في حاجه يعني، من سنه ده لسه امبارح، ما لحقش يبقى في بينا ماضي. ما تقلقيش، هنفطر ونشتغل على طول. ما انا عامله حسابي محضره لكم الفطار وكله تمام، كله بالف هنا وشفا. ايه عايز حمام؟ كنت منتم. الفطار كنت منتم. تقلقش. طيب استاذنك بقى يا اسطى بازوكا، ويا ريت ارجع من الشغل الاقيكم خلصتوا. اتفضلي انت يا مدام. سلام عليكم. ربنا يخبز لك العيش. صدق يا قاعده تربو، المطبخ ده فيه اكل عمري ما شفته قبل كده. انا اول مره ادخل مطبخ اصلا. يا انجي فين؟ يا انجي، انجي، مش قلت لك تستناني الوليه دي؟ كل مره هروح بعربيتين. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا؟ ما تيجي تاكل معانا يا استاذ، اعمل لك سندوتش. كل ده اكل؟ استنى بقى في اللغة. بص يا اسطى الشرط نور، انا نفسي لو اتسدد والله العظيم ما واقف ولا هشتغل. عاجبك كده يا استاذ؟ اهو بطنه غضبت اهو، فيها 6 ساعات دي عقبال ما نشتغل تاني. لا 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 لا، وعلى ايه؟ انا اسف، حقك عليا يا استاذ تربة. كل براحتك، كل زي ما انت عايز. كل يا كل، بس اهم حاجه تخلصوا لنا الشغل النهارده. النهارده تقلقش يا بشويه، بازوكا قال كلمته خلاص. لا وانا واثق ان مالكش كلمه، قصدي واثق ان كلمتك واحده. ربنا يستر. كل على كان الشقه ده تخلص في قد ايه يا اسطى؟ النهارده باذن الله. صادق يا اسطى صادق. كاميليا، انت متاكده ان الراجل ده ملتزم في مواعيده؟ لحسن انا استويت. يا بنت اطمني خالص، ده انا مضرباه بنفسي قبل كده كذا مره. بازوكا ده كلمته واحده. لعلمك بقى، الصنايعي اللي كلمته واحده ما بيبقاش صنايعي شاطر. عندك حق، عندك هو حق. ايه اللي عندك حق؟ هو انت لسه قايله كلام عكسي؟ ده انت دايسه في اي حاجه يا كاميليا. عرف ده مين اللي بيتصل على الصبح على رقصه؟ خلاص بقيت متوتره مش قادره. ده بازوكا، ربنا يستر ربنا يستر. ايوه يا اسطى بازوكا. صباح الفل، ايه الاخبار؟ عايز طلبات؟ حاضر من عينيا. سلمي عليه. بازوكا، الاستاذه كاميليا بتسلم عليك. كاميليا مين؟ كاميليا ما تعرفهاش؟ لا بعدين بقى بقول لك. طيب قول لي طلباتك. بستلة زيت، ايوه، 2 رولة كبيرة جديدة، حاضر، 10 فرش جميع المقاسات. حاضر من عنا. ليه؟ لا طب حاضر حاضر. وايه تاني؟ هو انت مش كنت قلت لي ان انت جايب كل الحاجات دي معاك الصبح؟ محتاجها في الفينش. ما شاء الله، ده حالا حالا هتبقى عندك من عليا الاثنين. لا هتصرف هتصرف وابعتهم. حاضر حاضر، مع الف سلامة، مع السلامة. محتاجهم في الفينش يا رب يا مسهل. لعلمك بقى يا انجي، الصنايعي ده محترم وشكله كده مش عايز يكروت، وبعدين طالب الحاجة على القد، مش عايز يكلفك يا انجي. انت مفيش شخصية خالص، كان من شوية معرفش مش عارف. ما علينا، يا ترى مين هبعته المشوار ده؟ مين الحلو الأمور؟ تفتكري مين يا كوكي؟ يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين يا استأذن أنا عشان في موضوع بكمله وهيجي الصفحة أقوله بكرة. بقولك إيه؟ إيه؟ لو مشيت وسبتني أنت هتنزل بكرة بس في صفحة الحوادث. والنبي عشان خاطري ربنا يخليك. أنت ما عندكش إخوات بنات؟ معلش ده آخر مشوار هبعتك فيه. عشان خاطري والنبي. يعني يرضيك يا انجي اسيب شغلي؟ يرضيني، يعني انت ما بتشتغلش اصلا، ما بتشتغلش. خد بقى، خد الفلوس وادي الطلبات، ويلا اتكل على الله.
طب اقول لك ايه؟ اذا الاستاذ جميل سال عليا يبقى غطيني بقى. ها؟ انا ماليش دعوه. عيب. كانك موجود بالظبط. قصدي كانك مرفوض بالظبط. الاثنين واحد. ماشي. لا استنى استنى. ميرسي قوي على الهديه. انا عارفه ده هديه البيت الجديد. ميرسي قوي يا سامح. شكرا. ادي اخره الصحافه. طب تغلط في صاحبه الجلاله؟ ايها الاقرع. سمورتي. ايوه حبيبتي. معلش سمورتي حبيبي. بعدي المطبات وجايلك. طب حاول. تعالى تعالى يا حبيبي. انا الحقيقه عايزه اوصلك بس مش عارفه اوصل ازاي. هنوصل يا حبيبتي ربنا كبير. تعالى حبيبي تعالى. تعالى حضرت لك الفطار. ميرسي يا حبيبتي. انا كان نفسي اسكن في العشوائيات. اخيرا سكنت في العشوائيات. لا انت عارف انا حاسه ايه؟ ان انا وانت بنتقابل بين الاطلال. يا ريت. احنا انا وانت بنتقابل في الخرابه دلوقتي. خد يا حبيبي خد. روح افتح بقك. يلا افتح بقك. افتح. ايوه كده خد. ميرسي. عايز ابعت لك جواب شكرا. انت ساكنه فين؟ في المطبخ. خد يا حبيبي خد. يا جمال. اخبار اوضه النوم ايه؟ فكرنيش. مش عارفه اوصل لها ابدا. ومنيت حياتي انام على سرير تاني واحط مخدتي كده وانام عليها وانت جنبي. جنبك فين؟ تاني جنبك كده. انت بتحلمي. انا دي صاحبتك مش اصحابك دول. منهم لله. معلش يا حبيبي ما انت عارف دول انجي وعلي. طز في انجي وطز في علي. ما دام احنا مبسوطين خلاص. ده اكن قام زلزال في البيت. يا مهون هون هون. يا مهون هون هون. يا مهون هون على طول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقولك سلامات. هون يا ملا. اسكت بقى ما تطفحناش اللقمه اللي كلناها. جراسه بزوكه بسلك. وبعد ايه رايك بقى؟ كويس بس انشف على الحيطه شويه. انشف على الحيطه شويه؟ انشف ازاي يعني؟ هدها يعني استرجل على الحيطه خليها تطرى في ايديك. يا اسطى انت بتكلمني على الحيطه ولا بتكلمني على واحده ست يا اسطى؟ مفيش فرق. الحيطه زي الست. اذا ما كنتش تنشف عليها وتوريها العين الحمراء هتطلع عينيك. طب لو ما وريتهاش العين الحمراء ينفع اوريها العين السخنه؟ لا انت بتهزر اهو. تعال قرب. ايه؟ خد افتح بقك. افتح بقي ليه؟ خد دي حطها تحت لسانك واطلب لك. لا خد بقين شاي. لا استنى برشامة انا مش عيان يا اسطى. خد ده بس عشان تصلب طولك. لا انا ما اخدش حاجة الا باذن الدكتور بتاعي. خلاص اوعى. خد مش وش نعمة. خد انا. يا مهون هون هون. يا مهون هون هون. سامح انت بتعمل ايه؟ عندك متشعلق فوق بتعمل ايه؟ بسنفر. بت ايه يا اخويا؟ بسنفر الحيطه. الاسطى بازوكا قال لي كده. في ايه يا اسطى بازوكا؟ في ايه؟ انت ازاي تستغل الاستاذ سامح الزميل المحترم اسوء استغلال كده؟ استغلال ايه؟ ده كان خارع في الاول انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله يقدر يخلص لك الشقه النهارده. يا شيخ والنبي انت كمان. وبعدين انا مش فاهمه فين الواد بتاعك تربو ده راح فين؟ تربو اتصلوا بيه قالوا له ان امه بتولد فجري راح يشقر عليها زمانه جاي. تربو عند ماما لسه بتحمل وبتولد؟ دول اكيد قشروه من عليها. لا يبقى انت ما شفتيش ام تربو بقى. دي زي الستات الحته كلها. دي ملك الجمال الحار. مس حاره. مين بقى اللي بيجيب في سيره ماما؟ لو انما بقى انا. ايه يا استاذه؟ هو بصراحه بقى قصة بازوكا هو اللي كان بيجيب سيرة مامتك. بيقول ان هي ست حلوة قوي وانها very stylish وانها مزة وانها بتوقف الحارة على رجل وان هو عينه منها. في يا قصة بازوكا؟ وانا مش قلتلك 100 مرة ان ماما مخطوبة؟ هو انا كل اللي قلتهولك ده مهزكش خالص؟ بس ما شاء الله ماما مخطوبة وبتولد together. انت كنت فين يا ده كله؟ كنت في ايه اللي في ايدك ده؟ ده الغيره. غيره ايه؟ هنعمل ايه بالغيره؟ ياد ياد دي سبوبه نقاشه.
مش نجارة، فوق بقى، افهم اللي بقولك عليه. ايوه صح. طيب اصلا ما الشغلانات كلها دخلت في رايح فين؟ الحمام. يلا شوف شغلك انت كمان واترفع بلدك يا غريب. الشاي يا اسطى، قصدي يا سامح، انا اسفه والله بهدلتك معايا النهارده. لا انا مش هقدر اشرب الشاي انجي، انا هروح عشان عندي شويه حاجات عايز اعملها، ده غير المقال اللي لسه ما كملتوش، ده كده جميل هينفخني هينفخني. ما تلطمش على وشك، مش هينفخك ولا حاجه، انا قلت الكاميليا وهي اللي هتكملهولك وجمالهم زر المطبعه. يا لهوي يا انجي يا لهوي. كاميليا تانية انجي، انت كده قلقتيني، انا همشي يا انجي بقى. والله لعلمك كاميليا اتطورت يا سامح، بقت فله. اتفضلوا الشاي، بس على الله نخلص النهارده. في هوت شوكليت؟ في ايه يا اخويا؟ هوت شوكليت؟ لا للاسف مفيش. معلش اصله نفسه فيه. حاضر ابقى اجيب له. كسري نفسك. الله ينور يا رجاله. عليك يا بشويه. ممكن اسال سؤال؟ اسال. هو انتوا ليه مش بتغنوا زي الافلام؟ هيلا هيلا وصلوا على النبي. ايه ده اللي بتاعت طائفة المعمار، وبعدين دي بتاعت الافلام الابيض والاسود، انت قديم قوي. طب انت عايز الجديد؟ اه يا سيدي، فين الجديد بتاعك؟ الجديد. يلا. وما فيش صاحب ما فيش راجل بهراجي، هنتعامل ونتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعور ولد. امشي خلي هدومك على طول، امشي بلقين انت تحتك وضلع. نعمة التربية يا استاذ علي والله. ما انتوا لو بتشتغلوا بنفس ذمة الدلع دي كانت البلد عمرت. هتخلص امتى؟ النهاردة ان شاء الله. ليكوا زي العسل. ليلتك فل. واحد بعد الأكل دياد يا تربو مش قادر يتنفس والله. أنا الأكل طبق على مراوحي، أنا مش هقدر أخلص النهاردة أصلا. لا ومين قالك إن إحنا هنخلص؟ الناس طيبين، مش هنلاقي زيهم أبدا. حد يلاقي دلع وما يدلعش يا الحقوني. إيه ده في إيه؟ اختصرتوها يا ولاد الكلب. اختصف ايه؟ احنا بتوع الشغل وبس. جاي لي كلب امك. انا لزعتي يعني لزعتي. لسه بهب لزعتي ازاي؟ مش عارفه، في حاجه بتلزع على قاعده التواليت، شكله غيره يا علي، غيره. لزعتي بغيره؟ ما انت طول عمرك لازعلي بغيره. الله يسامحك يا هو ده يا علي، الواد ده كان معاه جدك في غيره. عملت ايه؟ عملت ايه؟ كله منك يا غبي يا ابن الغبيه. علي شيل الملايه دي، مش عارفين نشوف. تشوف ايه يالا؟ نشوف هنشيل القعده من مؤاخذه المدام ازاي؟ والله العظيم عنده حد. ما تشيل الملايه يا استاذ علي. هو انت ايه اللي جابك يا بغاور انت كمان؟ اخرس يا بغاور اخرس. علي اوعى تسمع كلامهم يا علي، دول بيستدرجوك. هنتفضح يا علي، هنتفضح. اسكت دلوقتي لما افك الهباب ده الاول. حاضر. عندي فكره يا استاذ علي. احنا لمؤاخذه هنشيل برضه الملايه وهنجيب القطر ونسلك ما بين المدام والقعدة. لا قطر، لا ما تسمعش كلامه يا علي، اتصرف. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ امشي على التوامر، امشي. خلاص يا انجي، فكيت مصابير القعدة، قومي. يا فرحتي يا علي، فكيت مصابير القعدة. طب القعدة هتفضل لازقة فيا كده ولا ايه؟ وانا هعمل لك ايه؟ استني. ناي سوري، هما لسه برا؟ لا يا بابا. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، تعال. الله يخرب بيتك، تعال يا فتحاني. يلا يا حبيبي، يلا يا بزوقه، يلا يا ابو غيره. بس بقى يا علي بس.
حاجة اسمها يا زبالة. خلاص يا ريس، حرمت حرمت يا ريس. خلاص يا اسطى بازوكا، خلاص يا علي هيموت في ايدك، حصل خير. ما حصلش خير، خليه يموت. اهدى يا علي، اهدى شوية، احنا عندنا مشكلة أكبر دلوقتي، ما عندناش حمام، يعني لازم نشوف سباك. ومحتاجين سباك ليه؟ ما هو الوسط اهو، والوسط كان سباك أصلا. أنت كنت سباك؟ أمال إيه علاقتك بالنقاشة؟ أصل ابتديتها من تحت يا مدام. آه يبقى اللي اتكسر حاجة بقى يصلحها. يا نبي يا عم. خلاص خلاص ما تقلقوش. النهاردة هيكون متصلح الحمام. النهاردة؟ أنت تاني لعبة. ما تقلقيش، على بالليل هتكون المية بتجري في المواسير. يا سلام. بس الأجرة هتزيد سنة. سنة ولا درس، المهم نخلص ويتصلح. أنت بتضايق المامي بتاعتي؟ You can see me. فله يا قلب امك، من كتر الهب ومش شمالك اي ريحه. طب بقول لك ايه يا حبيبي، روح دلوقتي على اوضتك، غير هدومك لحد ما اشوف هتصرف ازاي. روح. لا لا لا، صلي على النبي، 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 صلي على النبي. كمان براغيث، الله يكرم، الله يخرب بيتك. مغلق للتحسينات؟ يعني ايه؟ بلاش نخش الحمام؟ مش هينفع يا استاذ علي، مش قبل 24 ساعة. نعم، وكلمة زيادة ممكن يبقى أكتر، لازم الأسمنت يشك. يشك؟ ده أنا اللي ابتديت أشك فيك، كل يوم تقولي بازوكا كلمته واحدة، هسلمك النهاردة والحمام على بالليل، المية هتجري في المواسير، مش كده؟ لا، أنت متخصص عطلة وبس. أنت حد مسلطك علينا؟ لازم الاسمنت يشك. كك شكه في قلبك. ايه ده، من قلبكوا قوي الجمله دي. اخرس. بقول لك ايه يا علي، هنعمل ايه؟ انت حمام حمام. انا عارف يا اختي. بقول لك ايه، مفيش بقى غير ان احنا نروح لطنط سمير وانكل رجاء، هما الوحيدين اللي هيشيلونا في الازمه المهببه دي. طبعا، وبالذات طنط سمير. اه، مجار والد برضو. اخرس. ايه، مش والد؟ لا. هلو. صح، فتحنا بدري شوية لأنه كنا سهرانين في السلم امبارح. ادخلي يا حبيبتي، ادخلي، اعتبريها شقتك بالظبط. ميرسي يا جوجو، في الحقيقة أنا جايبة لكم معايا زيارة خفيفة كده. سالي، سول سول. ايوه، تعالى يا حبيبي. نعم. معلش يا جوجو، انت عارفه ظروف الحمام عندنا وكده، ولولا والله ان سولي ريحته طلعت ما كنتش جبته ابدا. هياخد حمام في السريع. ها سولي حبيبي، انت ها جايب كل حاجه معاك، ليفتك، شاور جلك، شامبوهك، ها كل حاجه. اوعى تاخد حاجه من حمام طنط رجاء. ها اوعى. اوكي، حمام طنط رجاء، حمام انكل سمير، اطمني. هيتبهدل يعني هيتبهدل. ولد بالأمارة، هو حمامك فين؟ كان معلش سولي بيهزر، مجرم. والله انا ما عارفه اقول لكم ايه، ومش عارفه اودي وشي منكم فين. سمير، انا مش قادر حموت، الحمام عندي بايظ والعمال مبهدلين الدنيا زي ما انت عارف. بعد اذنك مناديل. ها، هو في حد في الحمام جوه؟ ايوه، ابنك جوه. يلا يا سولي، يلا يا سولي. اجري قبل ما تعملها في السكه. والله انا ما عارفه اقول ايه، مش عارفه اودي وشي منكم فين. بس انتوا عارفين حاجه، يعني لو نقلتوا القعده دي قدام التواليت، مش عايزه اقول لك مكسب ايه، انت بالتيكت وجوجو بالورق التواليت. بص، خدها مني، هتقفل العياده. طب انا مضطره. ها، اكسكيوز مي. وفي ايه؟ وانت قلبتها مراحيض عامه ولا ايه؟ مدام هنكسب خلاص. Thank you.
يا فتاح عليم. يا رزاق يا كريم، اهلا يا اسطى بازوكا. ها هتخلصني النهارده ولا لا؟ طبعا يا مدام. كلام رجاله؟ عيب يا استاذه بازوكا. كلمته واحده، طالما قلت هخلص النهارده يبقى هخلص النهارده. انا بقى زهقت من الاسطوانه المشروخه دي، بقالك اكتر من شهر بتقول لي كده انا تعبت. يا مدام انا تعبان وعيان. يا سلام، وجاي لحد هنا علشان تقول لي انك مش هتشتغل؟ كتر خيرك. لا لا مش هشتغل ازاي، ده انا جاي مخصوص عشان اخلص لك الشقه واسلمها لك النهارده. لما خلصتها وانت بصحتك هتخلصها وانت عيان؟ تلاقيك جاي تفطر. على الله تصدق المره دي يا اسطى بازوك. الفطار جاهز. الكونتيننتال. الكونتيننتال مستنيك جوه. في فول وطعميه، اتفضل. مفيش شويه فيتامينات؟ اه ده انت ناقص تقولي ايدك حنينه قوي. خش يا اسطى بازوكا. ملعون ابو التوضيب على اللي بيوضبوا على اللي عايزيني. انا تعبت خلاص بقى، مش كده حرام؟ انا تعبت. وحطي اكل ايدي وشيلي اكل ايدي، وحطي شاي ايدي وشيلي شاي ايدي. انا تعبت، انا اتبهدلت، انا خلاص مش قادره خلاص. بازوكا ومعرفش تربت تتينا، تعبت. حبيبتي انا عايزك تهدي خالص خالص. النهارده الجمعه، النهارده يوم اجازتنا، يوم الوحيد اللي بنتقابل فيه مع بعض. وبعدين ده جاي على شوق. في ايه يا علي؟ وانا في ايه ولا في ايه؟ ده هو ده وقته. وبعدين يا حبيبتي انا بقولك انها جاي على شوقه. وبعدين شويه البويه اللي في البيت دولت حركوا مشاعري. بس انا ريحه التينر اللي في البيت طفت مشاعري خالص. تعالي بقى اولع لك مشاعرك. بس بقى يا علي بس. تعالي بس يا انشي، تعالي بس سيبني. عيب يا علي. يا علي ما انا هقول لك. ده بره يا علي. ما انا هقول لك. ما انا هقول. طب بالراحه يا علي. ما انا هقول لك. في ايه يا علي؟ لا ما فيش حاجه. طلع في ايه؟ الله يخرب بيتك، انتوا بتعملوا ايه؟ الوسطى بتاع عيان بره، انتوا بتعملوا ايه؟ اهو الوسطى بيموت اهو. الحمد لله. الف سلام عليك يا عم بازوكا. ايه بازوكا مالك؟ في ايه؟ تعبان تعبان قوي، بس ما تقلقوش هسلمكوا الشقه النهارده. يا شيخ اتنيل، الا ما صدقت وانت بصحتك هتصدق وانت بفستك كده. بازوكا كلمته واحدة. يا اختي ابوس ايدك، ابوس ايدك، بلاش الكلمة دي، انا اتشقمت. ادي تربو. ايوه اصلا حبيبي. يا سلام، ايه السرعة في الاداء دي؟ من امتى؟ انا عارف الشفرة بتاعته. ولا ايوه اصلا عايزك تروح تجيب لي مسبانخ وتيجي جاري. فريرة فريرة اصلا. ودي سبانخ وانت عيان كده؟ ما نسلوا لك فرخه بلدي احسن. فراخ ايه بس يا بشويه؟ ام سبانخ دي مراتي، وسبانخ ده يبقى ابني الكبير، وعايز اشوفه، عايز اشوفه. علي انا خايف الراجل يموت هنا ويلبسنا مصيبه. ما احنا لبسناها خلاص. طب تحب نوديك مستشفى؟ لا عالجوني هنا. اختي انا قلت هخلص الشغل النهارده، انا هخلص النهارده. ظهري 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 ظهري. يا اخويا اسند طولك الاول بدل ما تتفزلك قوي كده. الا بالحق، انتوا قاعدين في البيت ليه النهارده؟ اجازه. اجازه؟ اه يبقى ايد على ايد تساعد بقى، تساعدوني النهارده في الشغل عشان نخلص الشقه. تصدق انت جبت لي احباط. هم دول يومين ويمشوا عشان جيراننا نستحملهم بالشكل ده. اتفضلي، عاجبك البهدله اللي احنا فيها دي؟ طب اعمل ايه بس يا سمورتي؟ ما كنتش عارفه ان الموضوع هيطول بالطريقه دي. تطول بالطريقه دي؟ انا حاسه انا قاعد في سوق المناصره. منك لله، منك لله يا رغاء. اقصى عليك، بتدعي عليا يا سمير. زعلان عشان بدعي عليكي؟
ومش زعلان على البهدلة اللي احنا فيها دي؟ خلاص خلاص يا سمير بقى، بكرة الصبح ان شاء الله هرمين وبعفشهم بره. ما حدش هيستنى للصبح، دلوقتي دلوقتي انا هقوم ولازم يمشوا، وكلمتي ما تنزلش الارض. لما اقول يمشوا دلوقتي يبقى يمشوا دلوقتي. سمير خلاص، المرة دي بس اللي هتنزل، انما بعد كده هيمشوا. الدنيا زي البرج حيوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق، وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق. لا 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 يا مدام، ده كده الحيطة تسيخ. ما شاء الله عليك يا معلم، في النظر بازوكا. طب ما كملتش علامك ليه؟ لعلمك بقى انا طول عمري اكاديمي. طب ضربه في اكاديمك. يلا اعملوا لكم يمه شويه، عايزين نقطع فرط الشقه دي النهارده. الهي يا رب يقطعوا فرطك يا بعيد ما تتلم. حاضر حاضر يا معلم، معلش ما تاخذنيش، اصلي جديده في الشغلانه. بس يجي منك على فكره. وانا ايه رايك فيها يا بازوكا؟ يجي مني انا كمان؟ لا انت محتاج شويه تمارين. حاضر، هبقى اتمرن في اسمنت اسيوط. تعالى يا خالتي ام سبانخ، اهو زي ما قلت لك جوزك بيموت. وكلها يوم ولا اتنين وهتورثي عيله بالبويه والفرش والمعجون، وهتبقى اللسطه بتاعتي. معلش يا اخويا، مالك مالك يا اخويا؟ مفيش حاجه يا ام سبانخ، شويه برد ودلوقتي بقيت احسن الحمد لله. طب طالما بقيت احسن ما تقوم تفز بقى، خلينا نخلص. في ايه يا اختي؟ مالك ما بالراحه على الراجل شويه يا اختي. ربنا يا اختك. وحضرتك بتكلميني انا؟ ايوه يا حبيبتي بكلمك انت، هو في حد تاني واقف قدامي غيرك؟ يا سلام. بقول لك يا سيدي الناس، اخش يا اخويا المطبخ اعمل لك فرخه كده اسلقها لك مع شويه خضار. عندك فراخ في البتاع دوت التلاجه دي؟ اه يا حبيبتي، في فراخ ولحمه وسمك، كل اللي انت عايزاه. اتفضلي اتفضلي، المهم صحته. انا عايز اعرف بقى، احنا بعد ما نخلص ام اللي احنا بنعمله ده، الشقه دي هتخلص امتى؟ هتخلص النهارده ان شاء الله. باذن واحد. شوفوا بقى، سي بازوكا كلمته واحده، ما تنزلش الارض ابدا. وبعدين اقول لكم على حاجه، بس في سركم يعني، في سركم بره وبعيد بره وبعيد، انا جوزي بقى له 12 سنه بيشتغل الشغلانه ده، هي اشتغل في 4 شقق بسم الله ما شاء الله، كان بيخلصها على طول، كلمته واحده اصلا. 12 سنة في 4 شقق، يعني سبون أخذ 3 سنين. خربت. احنا ليه نجيب صناعية اصلا؟ نعم؟ ايوه مامي، في فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، نقدر نطلع فيديو ونعرف ازاي نبيض البيت. فكرة حلوة قوي يا ولاد، ازاي كانت تايهة عننا؟ طول عمركوا اذكياء طالعين لماما، وعمر طالع لابوه. انا ممكن اوافق على اي حاجة الا ان يخش بيت اتنين زي بازوكا وتربو دول تاني،
مين اللي بلاكي بيهم؟ كاميليا يا علي، قلت لك قبل كده كاميليا. مين اللي بيتكلم على الصبح ده؟ كاميليا دايما كده بتيجي على سيرة النقاشين. ايوه يا كاميليا، بقول لك ايه، امسحي نمرتي. هيا سولي. سامي يا احمد، بس كده اهو انا طلعت فيديو ازاي ننقش وازاي نبيض. اهم حاجه نعرف ازاي ننقش. يا لهوي يا بابي، ليه بابي تضحكوا على ايه؟ لا لا لا، دي مفاجاه. بص يا جي، وريني كده، وريني. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، سعيد بازوكا يحييكم ويقدم لكم مبادئ النقاشة. ومن أهم مبادئ النقاشة الفطار الكونتمنتم. تمام. بازوكا وتربو؟ ما شاء الله، طول عمري بقول إنه كان شاطر قوي في النظري. شاطر قوي، برافو، هايل. فاكرين يا ولاد؟ فاكرين يا بابي. يلا، الدنيا زي المرجحة، يوم تحت وفوق، فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش ذوق. عمر هيصحى.